اليوم كانت اللجنه المنظمه او اللي مكلفه بالترشيح ديال المغرب والدعايه ديالو بالنسبه لكاس العالم 2026 كتعقد ندوه صحفيه من اجل توضيح خريطه الطريق، خاصه ان المغرب يعني ترشح من قبل 5 مرات وهذه المره السادسه. يعني المغرب لا محل يعني بالنسبه ليه باش انه يفوز بالترشيح ديال المغرب في 2026، ان المنافسه شرسه مع الولايات المتحده الامريكيه وكندا والمكسيك، وهذا اللي غادي يتبين بان المغرب عنده من خلال التنظيم ديالو ديال كاس افريقيا المحلي الشان على انه عنده من الامكانيات انه باش ينظم هذا كاس العالم ديال 2026. فقط خص واحد العزيمه والاراده وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير. لافونت يعني كنظن بان المغرب بالعلاقات ديالو اللي وطدها رئيس الجامعه الملكيه المغربيه فوزي القجاع مع مختلف الاتحادات ويعني اتفاقيات الشراكه اللي وقع مع الاتحادات الافريقيه، لان هذه لاول مره بان ماشي المكتب التنفيذي اللي غادي يصوت في الفيفا، وانما رؤساء الاتحادات العالميه ديال كره القدم. والمغرب انه وقع واحد على الاقل 31 اتفاقيه مع الاتحاد الافريقي، مع بعض الاتحادات الافريقيه، مع بعض يعني الاتحادات الاسيويه. هذا هو يعني لافونتاج اللي عند المغرب باش انه يفوز هذا الخطره بالترشيح ديالو على على على, على الولايات المتحده الامريكيه وكندا والمكسيك، لانهم عندهم ترشيح مشترك. لا انا بكل صراحه بالنسبه للملف الترشيح انا اظن بان المغرب عنده حدود ديالو، هذا واقع. انا ما تنقارنش المغرب مع الامريكا في الكره، لان احنا ما لعبينش ماتش ديال الاقتصاد ولا ماتش ديال التطور ولا ماتش الازدهار، فالامريكان لا تناقش هي اعظم دوله في العالم. احنا لاعبين ماتش ديال تنظيم واحد التظاهره اللي بالنسبه لي المغرب عنده جميع الخاصيات احسن من الامريكا باش ينظمها. اولا البلاد مجموعه، ثانيا باش تسافر من مدينه لمدينه ما تدفوش ساعتين، ثالثا البلاد جميع العواصم الاوروبيه واللي هي فيها الجماهير الحقيقيه لكاس العالم ما بعيداش اكثر من 3 4 ساعات على المغرب خلاف الامريكان. الملاعب غنوجدوهم، الطرق السياره غنوجدوها، هادشي كله ما عنديش مشكل فيه نهائيا، وعندي امل ان المغرب يفوز بتنظيم كاس العالم شي نهار، يمكن ماشي 2026 شي نهار. كاين دابا التحدي ديال 16 مارس اللي خص الملف ديالو التقني يتقبل، تنطلب على الله باش تقبل. كاين التحدي ديال التصويت السري ديال 207 ديال البلدان، يزول 3 ديال الامريكان والمكسيك وكندا والمغرب، ديجا حنا رابحين 2-0 لان حنا نزولوا واحد وما يزولوا 3. انا المشكل ديالي هو في تنظيم كاس العالم، وهنا هذا السؤال اللي طرحت هو ان في تنظيم كاس العالم انا عشت بزاف كؤوس العالم وعشتهم في اوروبا، فكاس العالم ماشي هي الملعب، كاس العالم هي 150 الف انجليزي تيجيو مع فريقهم ما عندهمش ليبيي، يعني تيدخلوا واحد 10 الف 15 الف الملعب و 120 الف تيبقوا في الفانزون تيتفرجوا، من بعد تربح فرقتهم ولا تخسر تيخرجوا للشوارع تيضربوا البيره في الشارع تيتصاحبوا تيتعانقوا تيبقوا حتى 7 الصباح وما دايرين الحفله. واش المغرب اجتماعيا ودينيا قابل يستوعب هذا الشيء ويدبر هذه المرحله؟ ماشي امنيا، امنيا ما يمكنش نديروا ذاك الشوارع اللي خارجين فيهم من غزه ولا السويديين واحد الحزام امني باش نبروتيجيوهم. خص المغاربه يوعوا ان كاس العالم ماشي هي الكره، راه هي الحفله، راه هي الليل، راه هي دول اوروبيه وشعوب اوروبيه عندها انفتاح وعندها واحد ثقافة مغيرة تماما الثقافة ديالنا. هذا هو المشكل ماشي هو التنظيم. زوغير سي اوسي سا اوسي سي سي بيان سور لو فوازيناج افيك لوروب. اون فا فونيغ ان شاء الله سي اون لوبتيان جوست ابخي قطر. قطر غتكون ديك الساعة دازت لو كرينو ديال ليفير، اي بيان سور تو الموند اورا كور دو روتروفي صدر لوغير ابيتويل. شحال هادي ما فرحنا به، حيت دائما كان واحد 6 السوايع 4 السوايع 8 السوايع ديال، مي فينالمون انا كابي لوغنيزاسيون في المغرب سا سي تخي امبورتون، غادي نقدروا تبعوا مقابلات في الوقت ساعه ديال الديكالاج. سي با تري غراف، مي فريمون بحال لو فوتبول غيعاود يرجع لو كرينو ديالو ناتوريل، اي سا سي اون بون شوز. هو اكيد انه يعني رهان جديد وورش جديد ينتظر المغرب في اطار هذا الترشيح ديال نهائيات كاس العالم 2026، المره الخامسه المغرب كيتقدم بالترشيح، لان ربما الترشيح ياتي في ظروف مغايره للسنوات الماضيه. هناك عمل تم قيام به من ناحيه البنيات التحتيه، من ناحيه الملاعب، نتوفر الان على ملاعب يعني بضمانات وبمعايير دوليه، لكن الفارق الان ان كاس العالم 2026 كما ذكر كل من رئيس
رئيس الجامعه وايضا مع رئيس لجنه الترشيح. الان كاس العالم ستنظم ب 48 منتخبا، الان ربما الحاجه الى 12 الملعب، ناهيك عن المسائل اللوجستيكيه الاخرى. الرهان سيكون صعب ايضا لانك في مواجهه دول وازنه، لما نقول الولايات المتحده الامريكيه، لما نقول كندا، لما نقول المكسيك، بامكانها ان تنظم كاس العالم ابتداء من الان ليس الغد، يعني ابتداء من الان بامكانها اليوم ان تنظم هذه النهائيات، وبالتالي فهو رهان كبير ينتظر المغرب. انا اقول انه ربما الاهم في هذه الحمله اللي غتستمر الى غايه 13 من شهر يونيو القادم هو الترويج لاسم المغرب في المحافل الدوليه. سيتم تداول المغرب في العديد من وسائل الاعلام، التعريف بالمغرب، اين يقع، ما يعني هذه مسائل هامه وهامه جدا. وربما ايضا هذا الترشيح يمكن شكل قاطره لانجاز مجموعه من نقول طرق سياره، نقول فنادق، نقول يعني اصلاح مطارات، محطات يعني ديال القطارات مثلا، كل هذه المسائل ربما نسرعوا في الوتيره ديال هذه المشاريع هذه، باش لما تاتي يعني اللجنه التابعه للفيفا على الاقل نكونوا ربحنا هذا الرهان الاول، في انتظار لما لا كسب الرهان الاكبر في 13 من يونيو القادم. دعونا نحلم.